ايه خدنا هنا؟ لا نشوف استاذ لو سمحت السلاطه يعني تبقى حبه كده حلوين. حاضر. ولو سمحت قرنين فلفل اخضر من قلبك يحبهم كده وتوصف يعني شويه. حاضر. ودورها ميه ساقعه عشان يبقى مدلك كده وحلو يعني. حاضر. ولا لو سمحت والنبي 10 ترغيفه سخنين كده من قلبك يحبهم يا اخويا. ومننا فينا الموت والمركب والضحى والرايه. تاخد حاجة تانية يا مرسي؟ عيش ابو صلاح كده رضا يا جدع. اقول لو عاوز اي حاجة ولا يهم يحمدوه. طب بقول لك ايه، قوم انت بقى توكل على الله، ما احنا هنمشي مع بعض. لا امشي انت وانا حابة احصلك، نتقابل عند محطة مصر. معاك فلوس يا جدع انت؟ بس مالكش دعوة، قوم بس وانا حابة احصلك. معاك فلوس؟ لا خلاص نمشي مع بعض يا جدع. عيب يا جدع، ده احنا اللي حاسبينك يا جدع. رجلي على رجلك يا ابو صلاح. طب نغسلوا ايدينا بقى. سبع سنة. سبع كام؟ 57 سنة. بتعلي صوتك ليه كده؟ انا عليت صوتي. بتعلي صوتك طبعا. ما عليتش ولا حاجة. خد بالك احسبها لحد ما الحاجة تحسب. طب ما تدفع. هتبقى الحساب. خد حقك. هو ده حرامي؟ لا حول الله يا عم. ما بقاش في اخلاق. استنى هلا. صباح الفل يا حصول. السلام عليكم يا حرصون. استنى هلا. معاك يا ادم مرسي. ما معيش. عيب يا حرصون، لو معايا حاجه نقولها لك على طول، واني عارف انك هتسامحني فيها. اسامحك؟ لا يا شيخ. لف. اهو. بقول يا حرصون، مش ممكن نخرجوا عروسه سجاير؟ ولا سكر. ليه بس؟ مش عاوز كلام كتير. بكره تسامحني في عروسه. لو بكره شفتك هدورك على الكراكون. ليه بس يا حرصون؟ امشي يلا امشي. مساء
فتح عينك تاكل ملبن، فتح عينك الشلم يبقى باريزه، فتح عينك الصوره تكسب، الصوره تكسب، الشلم بقى باريزه، فتح عينك، فتح عينك تاكل ملبن، الصوره هي اللي تكسب، فتح الصوره تكسب تمام. اتفضل. انا اللي كسبان، انا اللي كسبان والله. انت كمان صلاح نبي، انت اللي كسبان. اطلع مرسي، اطلع عينك بتضرب. قاعدين على القهوة داخل ولا حمقة. اه. قول له انا ومرسي هنعمله جو. ايه؟ عدم مؤاخذة يا فندم. لا مؤاخذة. صعليك. صعليك؟ ايه؟ يعني ايه صعليك يا ابو صلاح؟ مش عارف. يمكن قصده سعال ديكي. لا 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 لا. مش عارف. قصده حاجة تانية. ايه؟ لا مؤاخذة، لا مؤاخذة يا كابتن. لو سمحت يعني. يعني ايه صعليك؟ صعليك؟ يعني متشردين؟ اه. يعني ايه متشردين يعني؟ يعني متشردين؟ شتيمة يعني؟ اه شتيمة. اه شتيمة. شكرا. الله، مش تيمة مرسي؟ في طينة. اه يا بيه كفتن. مؤاخذة. عامل ايه؟ مؤاخذة يعني. الساعة كام مع سعادتك؟ بالظبط يعني، بس مؤاخذة يعني. اوعى الساعة بس. في بيدك انت اهو. عايزين نشوف. اوعى انت اهو. اوعى انت اهو. يا مرسي لو سرحت كده كتير ان شاء الله هنتعشوا هوا وميه. ايه مالك يا مرسي؟ بنفكره هنفضلوا كده صعليك على طول. الله، هو احنا سكتنا يا مرسي؟ ما احنا طلع على يا ابو صلاح فهمني يا فندي، ما قالش الا الحقيقه. الله، يعني انت معاه؟ ايوه، احنا صعليك، لا شغله ولا مشغله، لا اهل ولا معارف، على باب الله. مش فاهم يعني. نفسينا ما نبقوش صعليك. ازاي؟ نبقوا اغنياء، نتجوزوا، نخلفوا عيال، نربيهم شبعانين مش جعانين، نعلموهم ونخليهم افنديه. اسكت. انا حلمت حلم امبارح، اللهم اجعله خير، اني قاعد بصطاد سمك، وبعدين طلعت لي سمكه وانا بنضفها وبفتح بطنها، لقيت جواها فص الماس قد كده. لا يا مرسي، قد كده مش قد كده. قلت نيجي نصطاده هنا النهارده، يمكن ربنا يكرمنا. عمرنا ما هنبقى اغنياء بالسمك. الله، انت هتقفلها يا مرسي، ممكن ترزق. ايه على فين؟ بلاش نتعشوا؟ مش هنتعشوا سمك، هناكلوا فراخ. منين يا حصل؟ السطح اللي جارنا فيه عشة فراخ، كل فرخة وفرخة قد كده اهو. لا قد كده اهو. اه كده بقى يبقى لهم البوز ونروحوا سنوا السكينة عشان نذبح. يلا يلا. العجوزة الساعة. افتح ازازة الزوزة. يلا مين؟ ابو صلاح والمرسي ابو العباس. ما تغلى عليك. اتفضل. ايه ده؟ إيه انت سرقتها منين يالا؟ خلي الباقي عشانك يا ابن الحراميه. انت قتلت قتيل يالا. صعلوك.
بتهرب مني؟ يا على مرسي عيب يا مرسي عيب. طب قول لي جبت الفلوس منين؟ هنقولك بس سيب الاول اديني ست. قول عايز 5 جنيه؟ طبعا عاوز. عايز 5 جنيه بجد؟ قلت لك عاوز. عمليه صغيره. هنذبحوا مين؟ لا لا مش ذبح، شويه شاوى صغيرين. يلا بينا نتكلم واحنا ماشيين. بس ايه؟ عايزين 3 عيال جدعان هنقفلوا محل. محل ايه؟ سهلوك يعني انت باشا؟ كفايه. فوطه يا مرسي. ما لقيتش غير كيس المخده ده. حلو يا مرسي. اي زفت حاضر يا بيه. ماذا يا سعاده البيت؟ صحيح صحيح. كونياك ده؟ بقول لك احنا عايزين كونياك مش جاز. صنف كويس يا سعاده البيت. انا جايب لك حاجه فرنساوي كوغفازي احسن صنف. بس مش جاهز. حاضر يا بيه. اطلع تلقى معاه من فوق. مستغني عن عمرك ده بيضحك. تعال يا معلم. تعال تعال حبيبي. تعال 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 على صباح. تعال بقى تعال حلو. معلش يا مرسي. ايوه دول دغدغونا يا جدع. Thank you.
انتي ايه اللي خلاكي كده؟ مرات ابويا كانت مقسيه عليا، كانت بتخليه يضربني، كانت بتقول له بنتك مشيها بطال، والمرسي بن عباس كنت قطه مغمضه. وبعدين كان في جدع جارنا كان بيحوش ابويا لما يجي يضربني. وجي قال لي انت مستحمل العيشه دي ازاي؟ ما تيجي نتجوز. هربت معاه، ضحك عليا وفي الاخر جمالي وكنت عند ناس. البيت كان بيجيني بعد الهنم ما تنام، وانا كنت ساكته عشان لقمه العيش. وفي ليله ظبطتني طردتني. ما طولش عليك، قابلتني وليا، خدتني واكلتني وادتني هدمه، فضلت تزن على وداني لما بقيت كده. طب ما تيجي تقعدي معايا. يا لهوي، انت كنت عايز قبلتي تموتني وتموتك. بقولك ايه؟ تقدري تبقي تيجي عندي الاوضه بالنهار بس؟ ماشي. كم نفر؟ نفر واحد بس، نفر واحد بس يا بيه، نفر واحد، نفر واحد بس، نفر واحد بس، نفر واحد ابي مصر ابي سيجاره مرسي. نفر واحد توش يا اسطى، نفر واحد من نفر واحد. اهلا اهلا ابو صلاح. ازيك يا مرسي؟ ولا شوف لنا الحاج سيد استفتح ولا لسه عشان يعمل لنا اتنين شاي. اتفضل ابو صلاح، اقعد ابو صلاح. بالاذن يا صور. ماشي يا مرسي. اضرب ايه؟ اتفضل يلا. حسنتك يا مرسي. اشكر. طريق السلامة يا اخضر. اسلم. استفتاحك نادي. اسلم يا مرسي. نورت الموقف ابو صلاح. الله يكرمك يا مرسي. الشاي يا ريس. امال فين عم سايق؟ بعتني شوية. وانت؟ بيت. يخرب بيته. عدم المؤاخذة. بقى عم سيد يطلع منه الحلاوة دي كلها. قال لك رأي يا أستا ما تختش أمه. عدم المؤاخذة. اسمك إيه؟ صفية. عاشت الأسامي وسلامة عم سيد. عايزين نطلوا عليه. تشكر يا زوج. كلها يومين ويقوم بالسلام. مرسي. مرسي. بقول يا مرسي. ما تشوف لي شغلانة معاك. بتقول إيه يا أبو صلاح؟ بقول عايزين نشتغلوا معاك يا مرسي. تشتغل إيه؟ سواق. وانت بتعرف تسوق؟ لا بس هو برضه البركه فيك تشوف اي حد من صحابك يعلمني السواقه. ماشي ماشي يا ابو صلاح. الشاي. عشت. الله يخرب بيتك يا عم سيد. بلاش اللون الغامق ده على الصبح امال. البت نجوى و... وبعدين؟ ولا قبلين؟ مفيش. مفيش؟ يعني ايه مفيش؟ يعني مفيش. يخرب بيتك وهتعمل ايه؟ في ايه؟ قصدي يعني مفيش علاج للحكايه دي يا مرسي؟ يا صلاح احنا كنا بنفكروا فيها. في مين؟ في البت صفيه. انا بحبها.
صباح الخير يا صفية. صباح الفل يا مرسي. صباح القشطة. ما تاكل يا صفية. ما تاكل يا مرسي. اهو. صباح الخير يا رجالة. صباح الخير. صباح الخير يا معلم. صباح النور. مول العربية وشوف الزيت. حاضر يا معلم. بالسلامة. سلام عليكم. يا هادي يا رب. نفر مصر. واحد. واحد مصر. مصر اخويا تعالى هنا اركب معانا في العربيه دي. اركب يلا اتفضل شنطتك معاك ما تخافش. هنيه يا مرسي. بالسلامه. بالسلامه طريق سلامة اخويا. قبل ما تشوف ولا ايه عبد الله. سلامه يا مرسي. اتاخرت كده ليه؟ قابلت الواد شلبي ومعاه جدع سواق نقل انما اخر جدعنا. قعدنا نضرب انفاس وبعد كده الواد شلبي عزمنا على العشاء. الله. طب والمعلم يا مرسي؟ يا ابو صلاح المعلم طول النهار قاعد على القهوه واخر الليل بيلها في الايراد كله. بلاش نعيش واحنا. اسمع مرسي، انت مراتك حبلة وعايزاك وانا مقطوع ماليش اي حد في الدنيا. انا هنقول انا اللي كنت عامل الحادثه واخلع انت من الحكايه دي. تشكر يا ابو صلاح بس كله لله. ده خليك عاقل. انا اللي كنت سايق. لا خليك انت بعيد عن الحكايه دي وروح انت طمن صفيه. اسمك ايه؟ دبويه السايق. لو ما لا حاجه ثانيه. بقول لك روح انت. روح انت مرسي مالكش دعوه. مين سواق؟ انا. ايه مين اللي كان سايق العربيه؟ انا هالظابط. اخرس انت. انا اللي كنت سايق ساعه البيه. بس ادوشه بيه. انا اللي كنت سايق العربيه. يعني مش عايزين تقولوا مين كان سايق العربيه؟ والمرسى ابو العباس. والمرسى ابو العباس. انا اللي كنت سايق. يا جدع يا جدع بلاش كدب يا مرسى. الكدب حرام. انا بجد يا صلاح. ايوه انا اللي كنت سايق العربيه بيه يا صلاح. يا مرسى انت مراتك عايزاك. يا مرسى اخرج انت من الحكايه دي يا صلاح. يا سعاده البيه. يا سعاده البيه. يا سعاده البيه. انا اللي كنت سايق العربيه. ده كداب. ابدا يا بيه. هو عاوز يحميني لان احنا اكتر من الاخوات. انا السواق. انا اللي مستلم العربيه. حتى اسال المعلم. ايوه بس انت كنت راجع بالليل تعبان. وحتى من مره قلت لي سواق انت يا ابو صلاح. يا مجدع يا حلو. ايوه قلت لك. اهو ايوه قلت لي. بقول لكم ايه تتلموا عليا ولا ايه؟ ما لو ما قريتوش على الحقيقه هخرب لكم انتوا الاثنين. يا عسكري خدوا البوكس. عاجبك؟ ايوه عجبك. انت فاكر ان دي مجدعه؟ ده شغل عيال. انت عايز تبان راجل. عارف ليه؟ لانك عيل. الراجل ما يعملش اللي انت بتعمله ده. امال يعمل ايه يا مرسي؟ يخرج يدور على ابو كاتو.
يروح يطمن الولايه اللي قاعده وحديها مش عارفه ايه اللي حصل. عندك حق. خلاص يا مرسي اخرج انت دور على افوكاتو وروح طمن مراتك يا اخي. انت عايز تبقى جدع على قفايا يا ولا؟ عايز تبقى جدع على قفايا؟ انا مش عايز حاجه يا مرسي بس شيل ايدك بقى شيل ايدك بقى عايز انام يا مرسي انا عايز انام بس. الله اسمع لو ما رجعتش على اللي بتعمله ده وخرجت انا مش عايز اعرفك طول العمر بعد كده. ولا انا يا مرسي. انت خايف ترد عليا؟ انا بضربك يا صلاح بضربك. رد عليا خليك راجع بالذمه مش مكسوف من نفسك تتضرب وتسكت؟ انا كنت فاكرك عيل طلعت مرض. خايف؟ خايف زي الوليه؟ ايه الطلقه اللي عيلته وتسيبه في حاله؟ اخرس انت ومالكش دعوه. مش عيب عليك تتضرب وما تردش يا جمال. انت بتسوقني انا؟ شفت انك عيل وما بتعرفش تضرب ازاي؟ انا اللي عيل يا مرسي. ولا انت. اللي على الشمال يا بيه. انت متاكده ان هو ده اللي كان سايق؟ ايوه متاكده هو ده. دي كانت ده ساعه البيه. اخلص انت. حاضر يا بيه. هو يا بيه كان سايق وشايفاه هو اللي سايق. ولا انت شايفه حاجه ولا اي حاجه ما تجيبنيش بالوقت على الناس. انا اللي كنت سايق عربيه. انا شايفاه بعينيا دول. ولا شايفاه بعينيكي ولا اي حاجه. حرام عليك. هنا يا حاجه مع السلامه. في الحقيقه انتوا تعبتوني قوي بس انا بستجدعكم انتوا الاثنين. متشكرين يا بيه. بصراحه كده مين فيكم اللي كان سايق؟ انا يا بيه. فين أراضي ولو مساء الخير يا سي صلاح. مساء الخير يا صفية. خدي ايه ده كله ده كتير قوي يا سي صلاح. انت والدة صفية وعايزة غيزة وزي الواد حمادة. الحمد لله كويس. طبعا اذنك يا صفية نغير هدومنا ونتشطفوا. اتفضل يا اخويا. لما يشوف ابنه احمد كبر كده هو هيفرح قوي. بس
صباح يا سعاده بيه. رخصتك. حاضر يا بيه. رخصتك يا حمار. يا بيه انا مش حمار يا بيه. انت بترد عليا يا كلب؟ رخصتك. يا بيه انا لا حمار ولا كلب. انزل. متهيألي يعني يا سعاده بيه ما فيش داعي للشتيمه يعني. رخصة دي مزورة. استسمح واستهدى بالله. ده ابن حرام. اضربني كمان. اضرب. بس انا عايزه اقول لك حاجه. احنا بنحب مرسي. عمرنا ما فكرنا نخونه ولا نمسه عرضه. لا لا ولا انت فكرنا نخون. كان غصب عني وعنك. اني كنت معاك ولا حسيتش اني معاك. تعرف اني كنت حاسه بايه؟ كنت حاسه اني مع مرسي. احنا بنطبخولك وبنغسلولك هدومك، بنشم ريحه عرقك، ما بنلاقيش فرق بين عرقك وعرقه.
علينا اول النهار واخر الليل. بتلاقي حماده بتاخده في حضنك كانه ده نار. اللي حصل زي العجين لما يخمر لوحده من غير خبيره ولا حاجه. والمرسي ابو العباس اني ما حسيت اني معاك ولا اني خنته. احنا بنحب مرسي وعمرنا ما هنحبه غيره. مرسي ضربني مرة واحدة وكان بسببك. كنت غيرانة منك. قلت لقولي الواد صلاح ده اللي طول النهار والليل معاك. يوم ما دريتش الا الكهف ونزل على صدغي بغل اتخذت خفت. بصيت لعينيه وخفت. قالي اوعك اوعك تمسي حتى بينك وبين نفسك. صلاح ده سيدك ظفره برقبتك. هو راجل وانتي مرة. انت بقى بيدفع وهو رايح بيجيب الاكل. انا بنقعد معاك نص ساعه وبنشتغل معاه 10 ساعات. لحم اللي تحت الجلد ما بس لحمه. انضربنا وضربنا مع بعض. اللي بيني وبينه انت ما تفهميهوش. العرق اللي بيني وبينه يختلط في النور والدم يتلقى بره الجلد. لا اللي بيني وبينك ايه في الضلمه. العرق اللي بينا في الضلمه والدم يتقابل جوه بطنك. هو راجل وانت مره. يوم كرهتك عرفت لا فرق بينكم مهما طال العمر. انت ما تعرفش كده الناس. ما لحقتش اتسجن. بعدها عرفت ان كان عنده حق. لو انت عايزني نغوره من وشك هنغوره. لو مش عايز تشوف وشي تاني مش هنوريهولك. لو عايزني نقطع صدري نقطعه. انا مش بنت حرام عشان افرق بينكو. فاهم يا سي صلاح؟ مش بنت حرام. ما تقلقيش يا صفية، لازم يخلصوا الإجراءات عشان يطلع بالسلامة. يا ربي يا أخويا. مرسي، الحمد لله على السلامة. مرسي، صلاح، الحمد لله على السلامة يا مرسي، وحشتني أوي. الحمد لله على السلامة. وحشتني. وأنت كمان يا مرسي. مش النهاردة بقى حمادة يا مرسي. تعال. في السجن بتعرف حاجات كتير. في السجن بتقعد تستنى اليوم اللي هتخرج فيه. وكل يوم زي اللي قبله زي اللي بعده. في السجن ابو صلاح بتتعلم ازاي تضيع الوقت لحد ما تخرج منه. وانا السجن علمني كتير. اللي في السجن دخلوه قبل كده عارف ليه؟ عشان ما عرفوش يقفوا امتى. مش مهم تبتدي ازاي، بس المهم تعرف تقف امتى. اللي سرق 20 مره قبل كده لكن اتمسك في المره 21. لو سرق مره واحده بس ما كانش اتمسك. فاهم يا ابو صلاح؟ احنا مش لازم نضيع وقتنا، بس لازم كمان نعرفه نقفوا امتى. قصدك ايه؟ نعمل عمليه واحده، ضربه واحده، نجيبه قرشين وبعد كده خلاص. قلت ايه؟ خايف ها؟ سيبني كام يوم نشمشمه وبعدين نتكلمه. ماشي يا ابو صلاح. احنا هنحكم لسعادتك الحكام الاول يا سعاده البيه. باقي الولا مرسي يا سعاده البيه.
كنا اصحاب، ناكلوا مع بعضينا، نشربوا مع بعضينا، نشتغلوا مع بعضينا، لحد سعاده البيل ولا مرسي ما طلع من السجن. ايوه بيه، والمرسي ابو العباسه بيه، احنا ما كنا نعرفه ان السجن بيعلم الاجرام. طالع فرد على الكل يا بيه، حد علي انا حبيبي وصاحبي، قلت له استهدى بالله يا مرسي، ده مفيش احسن من الحلال بالصلاه على النبي، مفيش فايده بيه. تقولش يا ابليس كان راكب امه ساعه مولدته؟ ادخل في الموضوع. انا ايه الحكايه؟ انا جاي لك اسعدك بيه اهو. بقى يا بيه ما نحبش اللقمه الحرام، نموت من الجوع لكن ما ناكلوش الا من على جبيننا يا بيه. انا كده يا بيه وطول عمري كده، والمرسي ابو العباس يا بيه ومرسي كان كده لغايه ما اتحبس. وانا ايه الحكايه؟ انا هقول لسعادتك اسعدك، هو عايز اشتغل معايا سعادتك بيه. في عايز يخرج شنطه بيه. شنطه؟ اقعد يا صلاح اقعد. شنطه ايه؟ انا ما نعرفش بيه، بس هتكون ايه يعني؟ حشيش، افيون، بلا ازرق. قلت له بلاش يا مرسي، مفيش داعي يا مرسي. قال لي انه لو اتمسك هيبلغ عني. طب انا مالي يا بيه؟ انا ما عملتلوش اي حاجه. انا قلت له بلاش يا مرسي او ضربنا سعاده بيه. يا صلاح احكي لي من الاول. حاضر يا سعاده بيه. الحكايه من الاول يا سعاده بيه، انني والولا مرسي كنا اصحاب يا سعاده بيه، ناكلوا مع بعضينا، نشربوا مع بعضينا، نشتغلوا مع بعضينا، نسكروا مع بعضينا، لمؤاخذة يا سعاده بيه نعششوا مع بعضينا. وبعدين؟ هتسلموني المكافأة امتى يعني؟ مش لما بقعد عليه؟
مع السلامة. سلام عليكم. ايه يا ابو صلاح؟ كله على اسطى. ما تنساش لو قربوا للشنطه ارجع انت. طيب المركب وصلت من ساعه زمن، بينا نلحق الركاب. بينا. كم قروص السجاير وسمح انه بادى بيه. هب ايدك. يا بيه حرام، دي نعمة ربنا. اخلص انت. مبروك عليك يا مرسي. الله يخليك. يا ترى سميتوها ايه؟ حماده على اسم ابن مرسي. عاشت الاسامي يا رجاله. طب اتفضلوا دورك يا فندم. تسلم يا عمنا. سلام يا حبلس. اسحب شويه يا مرسي. ما تسحب شويه يا مرسي، مش عايزه. Thank you.
اللي كان ناقص له. دور يا ابو صلاح يلا. يلا يا صلاح. ماشي يا مرسي. خلينا نلحق قبل الدنيا ما تشتي. حاضر. ما تدور يا صلاح. الظاهر مفيش فايده يا مرسي. يعني هروح طالتا نجيبه ميكانيكي. كتر خيرها. شوف بقالها معانا قد ايه. دي محتاجه عمره من فتره. انت محوش كام؟ خمسه. وانا معاك بعض. نبيعه دي ونشتري واحده جديده. قول يا ساتر ربنا يسهل بس نوصله بالسلامه وبعدين نفكره على مهلينا. اسطى اسطى خدني معاك يا زميلي النبي. العربية دي نسموها أبو صلاح. لا هنسموها حمادة برضه. خلي حمادة للبيجو. نسموها صفية. ماشي يا معلم. سلامك يا مرسي. عملت ايه مع نسوان المانيا؟ ايوه إيه؟ ايوه يا مرسي. ايه واقفين عريانين في البتارين إيه؟ كل واحده وواحده. المره الجايه نسافر سوا باذن الله. عملت ايه في الشغل؟ جبت عربيتين جايين بعد اسبوع على مركب هولندي بس حلوين قوي. اه وانتوا ايه الاخبار؟ نحمدوه. المرشيدس في العمرة وصفيه عملت حادثه. ايوه والموسى بالعباس يعني كل ما يسمعوا اسم صفيه يفتكروا ان احنا اللي عملنا الحادثه. والله وحشتينا يا صفيه. اركب. اركب يا والد يلا. انا كنت بفكر احنا بنشيل الخشب والسمنت والحديد من المينا لكل حته في البلد مش كده؟ ايوه. طيب ما نجيبوها احنا من بلاد بره. قلت ايه؟ بس انت عارف يا مرسي ان الحكومه هي اللي بتستورد. يبقى لازم نكلم الحكومه يقنعوها انها تخلينا نستورده. بتضحك على ايه؟ هي الحكومه مره هتكلموها ولا راجل يا مرسي؟ الحكومه ناس وزينا زيهم كلنا ولاد حواء ادم نكلموهم. طب ولو مرضيوش؟ ما هو يرضوا يغيروهم. انا وانت نعرف كل تجار البلد. احنا مش شويه ابو صلاح. عيبك عيبك انك بتبص حواليك بس عمرك ما بصيت لقدام. المهم ان احنا نبقوا جاهزين. ازاي؟ مش عيب افندي طويل عريض زيك يحتكم على 50,000 جنيه في البنك غير عربيات يروح لفندي عره يملى له استماره الوصول؟ طب يعني هنعمله ايه بس يا مرسي؟ نتعلمه يا صلاح. نتعلمه قرايه وكتابه وانجليزي وفرنساوي وطلياني وجريجي كمان لو عايزين. ايه يا مرسي بس انا بتكلم انجليزي يا مرسي. والمرسي ابو العباس احنا بنتكلمه عربي حتى. من بكره انا وانت وصفيه لازم نبتدي تعليم. ما مش عيب عيب الواد حماده يبقى يعرف انجليزي واحنا ما نعرفوش. الله حماده بيعرف انجليزي؟ امال؟ لا صحيح يبقى عيب يا مرسي. عيب صحيح لازم نتعلمه. تصبح على خير. وانت منور يا مرسي. فكر يا صلاح. ماشي يا مرسي. قوت النخت يا مرسي. يعني ايه؟ يعني اتمسك بخير بالانجليزي. بقى الولد حماده بيتكلم انجليزي؟ ايوه. الولد مرسي ده اتجنن. نتعلمه كتابه وقرايه والمرسي ابو العباس اتجنن ونكلمه الحكومه. طب ازاي؟
طب ازاي؟ بقول لك ايه يا كمال؟ الولد ده انا عارفه كويس. العربية لازم تتفرغ النهاردة. والولد ده لو ولا اي حاجة اضربوه. موتوه من الضرب. سلام. بقولوا السلام عليكم. وعليكم. امنا الاستمارة دي. ايه دي؟ استمارة ترشيح للبرلمان. البرلمان بتاع مصر؟ البرلمان يا بجل، عشان نبقى نواب في البرلمان. فاكر يا ابو صلاح زمان ليه ما جيت لك وقلت لك عايزين نستوردوا بضايع؟ وماله ده ومال البرلمان؟ عشان يكلموا الحكومه. في البرلمان يا مرسي؟ ايوه. انت الاول فاهم ايه البرلمان؟ لا. شوف البرلمان ده قبه تحتيها. لا احنا مش عايزين نعرفه حاجه، عشان كده بقى كنت بتضيع فلوسنا. ايش اللي بره على المستشفى؟ وايش المدرسه؟ وايش الجامع؟ وفي الاخر تقول لي تعالى بره على الحكومه. يا عم يا حكومة ناصر ده للحزب مش للحكومة. هو الحزب هو الحكومة يا مرس؟ لا الحزب غير الحكومة. عشان البرلمان ناخد ناس بنتبرعوا عشان البرلمان، انما عشان الناس تحبنا، عشان لما حد يشتمك من وراك 10 و20 يردوا عليك، لو حد شافك سكران 10 يقولوا له ايه ده متبرع للجامع. انا بصلي الجمعة في المرس ابو العباس ان شاء الله يا مرس. مهما صليت محدش هياخد باله منك، وحتى لو خد باله منك مش هقول انك كنت بتصلي، لان كل الناس بتصلي، انما لما بتطلع للجامع الكل بيعرف. فاهم؟ لما تبقى غني يا ابو صلاح الكل بيتكلم عليك. وعلى راي الناس اقطع من الفم تستحي العين. اني فاهم، اني فاهم كويس قوي. سلام عليكم. على خير. هنشوف الحاج عبد المجيد بيقولوا عنده عربيه سكودا وعايز يبيعها. والبرلمان كفايه انت يا مرسي، رشح نفسك وانا هنتخبط. بتعمليه ده يا عزيزي؟ اسف يا فندم. ايوه اسمعنا يا كمال، انتوا تحاولوا تخلصوا الجمارك بسرعه، مفهوم؟ ها؟ مع السلامه. الحمد لله على السلامه يا مرسي. الله يسلمك. ايه اخبار مصر؟ حر. المركب وصلت على المخطاف وبينزلوا البضاعة بالصنادل. أهلا يا مرسي. إيه؟ في إيه يا مرسي؟ أنت عارف إزاي بننزل الأسمنت من المراكب؟ وعارف الزمن اللي بياخده في النزول والفائد منه؟ في طريقة جديدة. الرصيف أهو، الرصيف هو، واخد بالك؟ في مركب على هيئة صومعة اسمنت بتقف جنب الرصيف. المراكب المحملة تيجي تقف جنب دي بقى جواها شفاطات تسحب الاسمنت جواها، وجواها يتعبى في شكاير وينزل الرصيف، أو ينزل عربيات سايل. واخد بالك؟ الطريقة دي بقى بتوفر وقت وبتوفر فائد، ده غير الاسمنت السايب أرخص. إيه رأيك؟ بكام؟ مش مهم بكام، المهم الحكومة توافق. وبعدين يعني؟ عشان كده لازم نعمل شركة، عشان ناخد موافقة الحكومة والبنوك تمولنا بسهولة. شركة؟ مع مين؟ الحقيقة مع عز الدين الدواخلي. لا لا يا مرش. لا ليه بس؟ نتفاهم يا صلاح. خلينا على قدنا، احنا مش محتاجين يا عم، خلينا في حالنا. لا بس نتكلم يا صلاح. ايوه قول لهم ان في قرار واضح بالاعفاء من الجمارك، فاهم؟ روح لاكبر مسؤول فيهم وبعد كده كلمني. تصور مش عايزين يطبقوا قرار الاعفاء بتاع مواد البنى على نط الخشب. صلاح حاول تفهمني، انت مش فاهم ايه معنى الشركه دي؟
معناها ببساطة ان احنا هنحتكر سوق الخشب وهندخل الاسمنت والحديد. بصراحة مش مهم مشروع صناعة الاسمنت، المهم علاقات الراجل والتسهيلات. بدل ما تقعد توجع دماغك مع الجمارك والضرايب. هوجع دماغي معاه هو، مش كده؟ هيتحكم فينا، هياكلنا وهيسرقنا ومش هنقدر نكلمه، لان انت عارف علاقاته، قوته زي ما هي لينا علينا كمان، صح ولا لا؟ سلام يا مرسي. ايه ايه رايح فين؟ رايح البيت اغير هدومي وبعدين طالع على اليخت. سلام. بابا بابا ازيك يا بابا؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه ده؟ انتوا جايين نبهين نقعد نشفه وبعدين نخشوا البيت. يلا يا ورق يلا امشي. راح اليخت. احضر لك الغدا؟ لا. مال فيك ايه؟ ايه رايح فين؟ راح الصلاة. طب مش لما نفضي الاول هناكل هناك. يا مرسي معلش. يلا ثانية واحدة وهجيلك على طول. في ايه يا مرسي؟ انت النهارده مش على بعضك يعني. الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه تاني يا مرسي. معلش انا كنت بحاول اخفف الامور عليك. انا معاك ان احنا نشتغل لحسابنا احسن، بس اصل الحكاية مش بكيفنا. ليه يا مرسي؟ هو احنا مش احرار؟ لا لا. يعني ايه؟ صلاح انا نازل مصر بكره ولازم ارد عليه، واحنا لازم نقبل الشركه دي. ليه يعني؟ لاننا كبرنا يا صلاح، كبرنا. زمان لما كنا صغيرين وبنشتغل على قد حالنا ما كانش حد بيبص لنا، لكن دلوقتي قدامنا حاجه من اتنين، يا يعني نقبل الشركه دي يا يعني نضرب على دماغنا لحد ما نصغر تاني، فاهم؟ قصدي لو ما قبلناش الشركه دي هنفضل نضرب على طول، وبعد كده لو طلبنا نشاركه هنبقى في موقف ضعيف. ليه؟ هو السوق مش حر يا مرسي؟ مفيش حاجة حرة يا أبو صلاح. صلاح فكر ورد عليا بالليل. تعرف يا مرسي بيه؟ أنا معجب بيكم من زمان، وكنت دايما بتابعكم وأشجعكم. شجعتنا إزاي يا أخي بيه؟ ده إحنا أول مرة نتقابل. ما تسيبني أكمل كلامي يا صلاح بيه. إن دايما كنت بشجعكم، لكن دلوقتي أنتم محتاجين أكتر من تشجيع. أنتم عارفين طبعا إن أهم حاجة في البيزنس هي العلاقات، ومش أي علاقات، العلاقات بالناس الكبيرة. كل ما تطلعوا لفوق يبقى فيش فرق بين السياسة والبيزنس. عشان كده أنا انبسطت منك قوي لما عرفت إنك بدأت تهتم بالسياسة. ما قلتلناش يعني يا دواخلي بيه، شجعتنا إزاي؟ أنا سبتكم تشتغلوا وتكبروا
ما وقفتش في طريقكم. يا سلام، انت بتساهم بده يا صلاح بيه، هو ده مش تشجيع؟ ايه طبعا طبعا يا دواخلي بيه طبعا. صلاح الدواخلي بيه بيسألك ايه رأيك؟ حلو اوي اوي، انا موافق موافق طبعا. اهو كده يا صلاح بيه تعجبني. نصيبك من الأرباح مقابل حق الإدارة، وممنوع علينا ممارسة أي نشاط استيرادي، والمنع والحظر لينا إحنا بس. طب ليه مش ليك أنت كمان؟ يعني تدخل بنسبة 50% من رأس المال وتاخد 80% من الأرباح. أيوة بس النتيجة النهائية إن أرباحكم هتزيد مش هتقل. أنا آسف مش موافق، أنا مش حد عقد يا مرسي. صلاح عدم مؤاخذة يا دواخلي بيه، ما كانش فيه داعي تفاجئنا بشروط جديدة عند توقيع العقد. يا مرسي بيه الدنيا مليانة مفاجآت. بعد إذنك 10 دقايق بس. اتفضل. يا صلاح أنا مش حابب يا مرسي، وطريقة إنه يكبرنا دي مرفوضة. صلاح خليك عاقل، هنمضي وكويس اللي أنت عملته عشان يبين إن في حد فينا متشدد، بس في النهاية هنمضي. وارجوك تفوضني ان اتفق معاه لغايه 70% من الارباح، والشرط التاني يبقى عليه وعلينا. اذا كان ده من البدايه يا مرسي الراجل مش سهل يا صلاح، هنمضي. لازم نفكر لقدام، بعد كده هيبقى فيه شغل كتير وارباح كبيره. موافق؟ اللي تشوفه يا مرسي. هنا هناخد حق امتياز سفينة الاسمنت، وبعدها هنعمل سفينة تانية، بس مش ده المهم. فين المخازن بتاعتكم؟ اتفضل. وادي المخازن بتاعتي. في ظرف سنتين تلاتة لازم المخازن بتاعتنا تبلع الارض اللي حواليها. شركات الشحن والتفريغ القطاع العام لازم تقع، وشركة الشحن بتاعتنا لازم تبلعها. مفهوم؟ الأسمنت والحديد والكيماويات لازم ناخد عمليات استيرادها كاملة. باختصار لازم المينا تبقى بتاعتنا. بعد ما نخلص من الإسكندرية في بورسعيد والسويس، ومع كل ده لازم نبتدي نكون أسطول تجاري. وبعد كده ما اقدرش اعرف، انما قدامنا مصر كلها بكل الفرص اللي فيها، وقدامنا بعدها العالم. بس لازم نبتدي من هنا ونبلع اللي حوالينا قبل غيرنا ما يبلعوا. عارف يا حماده، انا مولود هنا في اسكندريه، بس تعرف اول مره شفت فيها البحر امتى؟ امتى؟ وانا عندي 10 سنين قعدت مبرق مش مصدق عينيا ان في حاجه بالشكل ده. وبعد كده اشتغلت صياد زي باباك. انا عمري ما كنت صياد، وعمر ابويا ما اشتغل صياد. بس اونكل صلاح قال لي ان انتوا كنتوا صيادين بتصطادوا سمك، يعني حتى بالامان كنتوا مالها كبير في لوكا ونازلين عشان تصطادوا، ما اصطادتوش ولا سمك لغايه المغرب.
وانتوا راجعين بصيتوا لقيتوا سمكة بتنط في الفلوكة، قمت خدتوها عشان تتعشي بيها، وانتوا بتنضفوها بس بتفتحوا بطنها لقيتوا فيها خاتم ألماس، أو من يوميها بقيت رقمان. أنا أبوها كان طبار بينقر على الطبلة، فنان يعني، كنا عايشين في البياصة لحد أبويا ملاف على رقاصة، ساب أمي وسابنا واتجوز الرقاصة دي وسافروا على مصر. أمال إزاي بقيتوا أغنياء؟ من غير سمكة ومن غير خاتم. عارف يا حمادة؟ أنا بقيت غني لأن كنت عايز أبقى غني. لو أنت عايز حاجة وقررت إنك تعملها هتعملها. لو عاوز حاجة وصممت إنك تاخدها هتاخدها. بكده ممكن تبقى غني. فاهم؟ فاهم. بابا أنا عايز موتوسيكل. بس انت لسه صغير يا حبيبي. بس انا عايز موتوسيكل وقررت يبقى عندي. حبيبي موتوسيكل. مش دلوقتي. لسه بقول للأنسة إن أنا الغلطان وهتحمل كل التكاليف. على كل حال حكاية بسيطة ومفيش داعي. لا 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 مش ممكن يا فندم أرجوك. لا لا لا. اتفضل الكارت بتاعي. وهخلي السواق ياخد العربية وهترجع جديدة إن شاء الله. دكتور كامل إسماعيل أستاذ في كلية الآداب. أهلاً وسهلاً يا فندم، فرصة سعيدة جدا. أهلاً. لا بقى معلش أنا محتاج للعربية ومش مستعدين نستغنى عنها. يا أنسة العربية هترجع جديدة إن شاء الله بكرة، ولو سعادتك محتاجة العربية لغاية بكرة أنا هخلي السواق يجيب عربية معاه وهو جاي. يا سيدي متشكر ملوش لزوم. يا نساء السواق هيمر ويكون هنا في خلال ساعة، فلو سمحتي بس يعني اتكلم في التليفون. على اي حال الحكاية يعني مش كبيرة والتكاليف بسيطة يا صاحبي. لا 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 ارجوك يا دكتور، كفاية اني سببت ازعاج للانسة، فاديني فرصة بس اني اصلح غلطتي. بس يعني ممكن اتكلم في التليفون؟ اتفضل يا صاحبي. اتفضل اتفضل اتفضل. عن اذنك بس اتكلم في التليفون. صباح النور. حضرتك العيال الصمونه؟ ايوه. اتفضل يا فندم. شكرا. مفاتيح العربيه. متشكره قوي. لو سمحت يا فندم تيجي تشوفيها معايا بره. اتفضل. اتفضل يا فندم. هي فين العربيه؟ هي العربيه. بس دي مش عربيتي، انا عربيتي بيضه. لا ما احنا غيرنا اللون. انت ليه تعمل حاجه زي كده؟ اوامر صلاح بيك، لو سيادتك عاوزة حاجة اتصل بيه بالتليفون. وكمان هتفيدني كاسات؟ الو صلاح بيه؟ ايوه. تسمح تقولي مين اللي قال لحضرتك اني عايزة اغير لون العربية؟ تحب يعني ان احنا نرجعها تاني لونها الاولاني؟ تحت امرك. لا متشكر. تحب اي حاجة تانية يا منى؟ ممكن تشيلي ريكوردر؟ ارجوكي حاولي تفهميني يا انسة منى، ده اقل تعويض عن اللي حصل. انت صلحت العربية وغيرتلي لونها وده كفاية قوي، ممكن لو سمحت تشيلي الريكوردر؟ اني ما بتكلمش عن التعويض المادي، اني قصدي اقولك اني سببتلك ازعاج و يوه لو سمحت بقى انا مش عايزاه.
كده كويس؟ متشكرة. طيب هعمل في ايه ده بقى؟ انت حر، اديه لأي حد. اديه لأي حد؟ حضرتك مش عايز ريكوردر للعربية؟ لا شكرا، عندي واحد. عنده واحد، شفتي؟ تاكس، تاكسي، تاكس، تاخد ريكوردر للعربية؟ بكام؟ ببلاش. يعني بفكر على الناس. شفتي؟ اهو قدامك اهو، محدش عايزه، الظاهر انه منحوس. ماما ماما. ايه يا حبيبي؟ ممكن اركب الموتوسيكل؟ اركب انت بس اختك لا. طيب. خلي بالك من نفسك يا حمادة. بس انت ابو صلاح باين عليك كنت بتشتغل صبي كبابجي قبل كده. عرفت منين يا مرسي؟ مسكتك للمروحه مسكت معلمك، شوفي ماسكها ازاي. امال انا لما عرفتك كنت جعان ومقشف ليه؟ ايه هو عيب؟ ايوه عيب. لا مش عيب. ابو صلاح فاكر الراجل بتاع الصعاليك؟ ايوه مرسي الا فاكر، طبعا فاكر. اصل احنا كنا صايعين صعاليك. مرسي. قصدي انا وصلاح بس، لكن هي ابوها كان راجل كبارة. ابوها كان طول النهار يقعد مقنفد كده ومعاه براد وكنكه، يغلي الميه في البراد ويصبها في الكنكه. تقوليش بيعمل كيمياء طول النهار على كده؟ الله يرحمه كان غاوي. إيه الا ابوك ليه كان يغلي الميه في البراد وبعدين يصبها في الكنكه؟ انا مش فاهمه هو كان بيعمل كده ليه. كان بيعمل شاي. حاسب يا حماده حاسب، كان راجل غاوي طول النهار يعمل شاي. هو ابوك كان بيشرب حاجه غير الشاي طول النهار كده؟ بيشرب شاي. اصله شيايجي. شيايجي يعني ايه شيايجي؟ اهولني. بيعمل شاي، قاعد على الرصيف وطول النهار يعمل شاي. بس انا ابويا بقى كان موسيقار طبال عازف دربوكه. صلاح انت ابوك كان بيشتغل ايه؟ دادي. انا دادي كان بيشتغل عازف على مضرب قطن، منجد يعني، بس كان منجد عليه لعشتنا. طب ما اشتغلتش معاه ليه؟ ما كانش راضي. عارف ليه؟ انا ابويا كان يقعد يكح طول الليل لغايه ما مات بالسل، ما كانش عايزنا ابقى زيه. يا ابن اللعيبه، عشان كده اشتغلت صبي كبابجي، عشان تاكل كباب ببلاش. ايوه بس طول الليل برضه كنت بكح من الدخان والبرد. بس ايه اللي ابوك يا صفية يقعد معرفت كده طول النهار وماسك براد وكنكة؟ يا اخوانا محدش فيكم هيعمل السلطة ولا ايه؟ اني هنقوم واني هنقوم ونعملوها. انا كان صبي كبابجي. عارفة انا اتولدت في اسكندرية بس بحب العزبة دي قوي. حلوة. بتحبها؟ انا عمري في حياتي ما حبيت واحدة زيها. انت طيب وابن حلال يا صلاح، بس بس ايه يا مرسي؟ اوعى تجري ورا مرة، خليها هي اللي تجري وراك، فاهم؟ مرسي اول مرة اخد بالي انك تخنت. قول يا مرسي. انت ما بتحبش منى ليه؟ وحكرها ليه؟ معرفش، بس انت ما بتحبهاش. ايوه ما بحبهاش، لانها مش من تقنى، ما بتفكرش زينا، ما تعرفش احنا عملنا ايه.
وكمان عشان صباح ماشي وراها زي الحمار. فاهمة ولا مش فاهمة زي عوايدك؟ لا فاهمة، فاهمة قوي. بالعربي كأنك مش قادر تمشيها على هواك. طب ايه رايك ما تشتغل عندي في الشركه؟ اشتغل ايه؟ اي حاجه. مترجمه مثلا. بكام؟ ب300 جنيه ربع مائيه برضو. لا 500 جنيه. اسمع يا صلاح، انتم ليه دايما فاكرين انكم تقدروا تعملوا كل حاجه بفلوسكم؟ أنا مش ممكن أشتغل عندك حتى ولو بألف جنيه، لأني عايزة أخلص الماجستير وأسافر وأعمل الدكتوراه، مش مسألة فلوس، فاهمني؟ لا مش فاهم. أنت ليه بتضحكي دلوقتي؟ ليه بتضحكي بقى؟ ها؟ لأنك أحيانا بتبقى عاملة زي الأطفال. يا دواخلي، بيه الشحنة دي بقالها شهر على الرصيف. عارف، بس السوق عطشان. ما يعطش يا موسي، انت ايه خايف يموت؟ ما تخافش، السوق ما بيموتش من العطش. ايوه بس اعرف ما خرجتش ليه؟ بعدين. ورانا. كنت بتسألني يا مرسي، الشحنة ما خرجتش لأن فواتيرها لسه ما جاتش، أحاسب الجمرك إزاي؟ الفواتير موجودة قبل ما توصل الشحنة. لا يا صلاح بيه، دي فواتيرنا إحنا، إنما أنا مستني فواتير تانية، وبعد كام يوم هتنزل أخبار إن أسعار الخشب غليت في السوق العالمي. هنتعامل بالأسعار اللي عليها، الربح بدل 20% هيبقى 70%. دي فايدة الشركة، إن إحنا ما نضربش بعض، والسوق يبقى بتاعنا نتحكم فيه زي ما إحنا عاوزين. في دايما سؤال عايز أسأله لك، أنت إيه اللي خلاك تغير لون العربية بتاعتي؟ ليه؟ وحش؟ بالعكس، ده أكتر لون أنا بحبه. لأن أول مرة شفتك فيها كنت لابسة فستان اللون ده. يوم الحادثة؟ لا قبلها. أنت شفتني قبل يوم الحادثة؟ ليلتها شفتك مع واحدة صاحبتك خواجاية، كنتوا قاعدين في المطعم. من أول ما لمحتك ما قدرتش أشيل عينيا من عليكي. وبعدين؟ مشيت وراكي لغاية ما عرفت البيت. طب والحادثة؟ استنيتك لغاية لما خرجتي من العربية وخبطتها. منى، أنا حبيتك من أول لحظة شفتك فيها. هدومي
وهنزل على طول. انت حلمي لازم يتحقق. اول حلم حلمته هناك ان انا ومرسي نبقى اغنية، وانت تاني حلم كنت بحلم بيكي هناك لغاية ما شفتك. هناك فين؟ في المكس عند الفنار. الفنار اللي كنا عنده؟ تعرفي انني شفتك هناك؟ امتى؟ من زمان، من زمان قوي، ومن يوميها وانا قاعد مستنيكي، مستني الفنار يبعتك ليا. انت اكيد مجنون. جايز. اسمع يا صلاح، انت لازم تعرف ان انا مش ممكن. انت اللي لازم تعرفي ان مش ممكن هسيبك بعد ما لقيتك، فاهمه؟ انت هتمشي ورايا وانا همشي وراكي، اذا سافرتي هسافر معاكي مش هسيبك. احنا لازم نسيب بعض. انا مسافره بعد شهرين، وارجوك ما تتصلش بيا تاني، انت فاهم؟ ايوه يا دكتور، ممكن اكلم منى لو سمحت؟ يا صلاح بيه، منى مش موجوده، وقلت لسعادتك قبل كده مفيش داعي تتصل بيها تاني. حاولي تسمعيني أرجوك. شوف الناس، ارجع شغلك، الناس بتضحك بره والدنيا مليانه بنات. الدنيا حلوه يا صلاح. يا ريت تتجوز وتخلف،
انت ما تعرفش ايه معنى ان يبقى عندك عيال. صباح الخير يا من دلوقتي بتشرب يا صلاح. في شركة جديدة للاستيراد فيها هاني الخربطلي ونادر عبد الغني ورؤوف الشلقاني وصفي نازي الدواخلي. انت متأكد؟ بسيطة، نسأل الدواخلي. قلت لك كده بالظبط، بس معنى كده انك ممكن تجمد نشاط شركتنا في اي وقت لحساب الشركه الجديده. لا، معنى كده ان في ناس ثانيين لازم يدخلوا السوق وده حقهم. يدخلوا من غيرك؟ بالعكس، وجودي مهم عشان نسخ بيننا وبينهم. يعني احنا كمان ممكن نعمل شركه تانية؟ لا لا طبعا يا صلاح بيه. يبقى حضرتك تخرج من الشركه الجديده. ارجوك يا دواخلي بيه، احنا لينا مصالح ويهمنا نحافظ عليها. مصالح؟ مصالحكم معايا انا مش من غيري. كنتوا بتساووا كام من غيري ودلوقتي بتساووا كام؟ مصالحكم معايا انا ومن غيري مفيش لكم اي مصالح، مفهوم؟ فكروا كويس، فكروا قبل ما تقولوا اي حاجه. اسف، احنا جات لنا اخباريه ان شحنه الخشب دي فيها مخدرات. وادي اذن النيابه. لو سمحت. اتفضل.
مرسي بيه، المسؤولية الجنائية في الموضوع ده مش محددة، خصوصا بعد ما أثبتنا إن الشحنة موجودة على الرصيف من 3 أيام، وأعتقد إن النيابة مش هتقدمها للمحكمة. دي البداية وبأوسخ طريقة، والله أعلم هيعمل إيه بعد كده. كده إحنا ما كوناش ثروتنا بالمخدرات. أمال منين يا أبو صلاح؟ دي كانت مرة يا مرسي. إهدى إهدى، لازم نضرب واحنا ساكتين. لا يا مرسي، انا مش مستعد اضرب وانا ساكت. هتعمل ايه يعني؟ زمان يا مرسي لما كان حد بيضربنا ما كناش بنقف له ساكتين، فاكر يا مرسي؟ بس دي مش خناقه يا ابو صلاح. على فكره بكره لازم تروح البنك تحول فلوسك لبره، وانا بعد بكره نازل مصر، لازم الايام دي اكون هناك. صلاح خليك هادي وامسك اعصابك لغايه ما نشوف اخرتها ايه. وهتسافر مصر ليه؟ يمكن يرفعوا عني الحصانه. لو سكتنا له يا مرسي معناها ان احنا بنسلم نفسينا للموت. طب نعمل ايه؟ تعرف ايه معناه ده؟ انهم هيفرضوا علينا الحراسه، وساعتها هيسالوك عن مصادر اموالك. جبت الفلوس منين؟ دفعت كام للضرايب؟ هتقول ايه؟ طب والحل ايه؟ انا عندي بقى الفواتير الاصليه والفواتير اللي كان بيقدمها للحكومه والكشف بالرشاوي اللي كان بيدفعها، وعندي الميزانيات الحقيقيه للشركه والميزانيات اللي كانت بتتقدم للضرائب، ده غير المعلومات اللي عندنا عن الاراضي اللي استولى عليها والايتاوات اللي كان بياخدها والمسؤولين اللي كانوا بيساعدوه وخصوصا اللي كانوا بيساعدوه. بس كل ده ما يحلش حاجه. هو اللي كان ماسك الاداره، وتهمتنا احنا مجرد التهرب من الضرائب بس. انت فاهم ايه معنى انك تقدم مستندات زي دي؟ بدل ما واحد بيحاربك هيبقوا 100، فاهم؟ وكمان بعد كده مش هنقدر نتفاهم معاه. نتفاهم معاه ايه؟ صلاح الوثائق دي مجرد وجودها خطر، ولو ظهرت نبقى بننتحر. تحب نحرقها؟ ايوه. سلام عليكم. راح فين؟ رايح في 60 ده. انا صلاح يا مرسي، الاوراق اللي قلت لك عليها انا هسلمها بكره للنيابه. صلاح ما تبقاش مجنون. انا حبيت اقول لك بس علشان تعمل حسابك. صلاح في ايه؟ صلاح اتجنن وهيودينا في داهيه. كانش حالتنا اللضة كنا مبسوطين، كان لو حد مسينا ما كناش نسكتوله، لو حد داسلنا على طرف كنا نضربوه، لو حد قال كلمة كنا ندغدغوه. دلوقتي الفلوس بقت زي الرز، بس بقينا جوجنا خايفين. الفلوس ما تخليناش خايفين يا مرسي. لا، الفلوس تخلينا نخاف يا صلاح ونتصرف بحساب، لان بقى عندنا اللي نخاف عليه. من كام يوم الواد ابني نادى عليا قال لي تعالى يا بابا شايف الصعلوك اللي ماشي هناك ده؟ استغربت،
عارف الكلمة دي منين؟ تقولش العيال بتعلموها مع أكل اللحمة، بيعرفوا إن ده صعلوك وده بيه، وما يعرفش إن أبوه كان صعلوك زمان. ده اللي نخاف عليه يا صلاح، إننا نرجع صعليك تاني. إحنا لسه في البداية، اللي بيحصل ده كله كلام فارغ يعني، أزمة وهتعدي وهنطلع منها أقوى. عارف بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، ولادنا هيبقوا وزراء وحكام. بص لقدام ما تبصش تحت رجليك. احنا عملنا الفلوس لاننا ما كناش خايفين. عارف لو كنا اياميها خايفين ما كناش عملنا اي حاجه. الفلوس لو هتخلينا نسوان يبقى طز فيها. أني ما نقدرش نبقى مرة. الفلوس ما تعملش كل حاجة. ما تقدرش تخلي واحدة تحبك علشان الفلوس، بس على الأقل تخلينا رجال. يا صلاح خليك عاقل وانت بنت الكلب دي. اوعى انك تمسها حتى بينك وبين نفسك. تدور على صلاح، بس خلي بالك هو شارب شوية وتعبان. دوروا عليه في كل الحتت اللي بيروحها، في كل بارات البلد. لو لقيتوه اتصل بيا في البيت، بس ما حدش يكلمه. اهدى يا مرسي، ما تخافش على صلاح. انت غبية. انا مش خايف عليه، انا خايف منه. فاهمة؟ كان نفسي أسألك سؤال. كم مرة خنتني؟ كم ست عرفتهم عليا؟ كتير. من زمان بطلت أعد. كنت فاكرني مش عارفة؟ كل مرة كنت بعرف، ولما تسيب واحدة وتعرف واحدة تانية برضه كنت بعرف. محدش قال لي. ما سألتش نفسك ولا مرة إذا كنت أنا عارفة ولا لأ، ولو كنت عارفة إيه اللي كان مسكتني، لأني متأكدة إنك كنت هترجع لي. لو كنت تعبانة كنت هترجع تتمسح فيا. لو كان بالك مشغول كنت هتشتكيلي، ما كنتش هتشتكي لحد تاني. برضه في الآخر كنت هترجع لي مرسي، ونادي العربيات هيرجع لصفية بنت سيد بتاع الشاي. لو كنت عايز تريح راسك ما كنتش هتلاقي أحن من صدري. صلاح زي يا مرسي، لو انت جعت هيقسم لقمته معاك. احسن لك ترجع للفقر تاني ولا تخسرش صلاح. فاهم؟ فاهم؟ انا خارج ادور عليه، لو لقوه يعرف هو فين لحد ما ارجع.
هات الشنطة دي. ابعد عني، خليك عاقل، ابعد عني. خوفك وجبنك هم اللي خلونا كده، لو ما كناش خدعنا له من الاول ما كانش كل ده حصل. ده بيتهيألك. صلاح هتقتلني يا مرسي؟ انت جبان؟ مرسي مع سعادتك.